السلام عليكم. دمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي 3 مخابئ تعود لجماعات خطيرة تحتوي على 5 قذائف هاون خلال عملية بحث وتمشيط بولاية بتنا صباح اليوم، بالإضافة إلى العثور على أسلحة ومعدات خطيرة تستعملها هذه الجماعات، كما تم توقيف عنصر دعم لها بولاية خنشلة. وجاء ذلك في حصيلة لوزارة الدفاع الوطني اليوم الأربعاء شملت الفترة الممتدة من 13 إلى 19 جانفي 2021.